أخبار اليوم. صباح الخير ومرحبا بيك بعد أخبار اليوم. وطبعا السنة السعيدة في معظم رمضان أو في شهر رمضان الدراما. وبصفتك واحد من أكبر الإذاعيين في مصر، أنا كنت عايز أعرف من حضرتك انطباعك الأولي عن دراما رمضان. الانطباع الأول إن كان في زحام من الأعمال الدرامية بحيث لا تتاح الفرصة للمشاهد أو المستمع أن يقدر يختار أي متابعة، وأنا أختار حاجة وأكون على حساب عمل آخر هو أتمناه. فهذا الزحام يعني صار مهما تقليدي من ملامح الدراما في الأولى. بالنسبة للدراما هذا العام الغابة واضحة فيها للأعمال شبه البوليسية الممرضة، وده يعني لضمان متابعة المشاهد بحثا عن نتيجة وجود رجال الشرطة أو غيرهم في البحث عن الحقيقة. أيضا كان من السمات خاصة في الحلقات الأولى مشاهد القتل والدماء كانت أكثر مما يحتمل شهر كريم فضيل زي شهر رمضان، أو حتى لا يحتمل الإنسان عادي في أي ظروف عادية. ده بالنسبة للدراما من الصفة العامة. أهم حاجة إن في يعني منافسة بين كبار الفنانين لو مرة بتواجد يعني فخر عامي محمود عبد العزيز فاروق الفشاوي طبعا عادل إمام الزعيم المسلم بزعامته على طول وعدد من الأسرة يعني الأسماء الكبيرة تواجد الدخول. إنما هذا التواجد لم يكن على حساب الشباب والأسماء الجديدة، بالعكس تواجدت وقوة أيضا في وجوه عربية، وأنا بكون سعيد جدا بده، لأن أنا كان بزعجني إن البعض يقول لا يعني الأول نريد الفرصة للمصريين فقط. ده ضد المنطق وضد التاريخ وضد ما كانت ودور مصر بأطوارها قبل الأمم الماضية. مصر طول عمرها هي المنصة التي ينطلق منها أي فنان أو أي أديب عربي. كم من العلماء العرب لم تتحقق لهم صورتهم وتواجدهم إلا عندما زاروا في الشاشات المصرية والإذاعات المصرية. فأنا بكون سعيد أوي وأنا أشوف أكثر من فنان سوري وتونسي ولبناني إلى آخره في هذه الأعمال. دي يعني ملامح عامة لو يدعي للدراما في هذا العام. أتمنى إن مع تسلسل الحلقات نجد ما يجعلنا نتوقف باهتمام خاص أمام هذا المسلسل بالذات، أمام هذا الفنان بالذات، أمام هذا المخرج بالذات إلى آخره. أنت حضرتك بعد 10 حلقات من الدراما النهارده يمكن 11 رمضان. أبرز الرسائل بعيدة عن رسائل العنف والدم، أبرز الرسائل السلبية اللي أنت شايفها ممكن لسه شايفها من دور كذا. يعني هو يمكن في مبالغة برضه في الحالات النفسية، المرضى النفسيين في مبالغة في هذه الأعمال. يعني لم تنجو فنان أو فنان إلا من حالة نفسية معينة ودعوة للعلاج إلى آخره. لم نخشى ابدا ان ده يكون من ضمن الموضوعات، انما انا مش فاهم ليه تجعل الاهتمام بهذه الصوره نحو هذه الحالات. اعتقد ان الدراما تستطيع انها تكون اقوى لو ابرزت الجوانب الايجابيه الاكثر في الشخصيه المصريه، الجوانب الايجابيه في تاريخنا وفي هذه الفتره الدقيقة جدا من الحياة. طب بالنسبة للمسائل الإيجابية حضرتك شايفها إزاي؟ هو اللي أنا بقول عليه لحضرتك اللي أنا أتمنى إن أنا أشوف يعني طبعا عادة تعودنا إن انتصار الخير في النهاية ده شيء مهم جدا
في 2000 مقدمات الى انتصار الخير وانحسار الشر ومسيح الشر في الدراما. اعتقد ان ايضا في قيمه ايجابيه ان في عمل بنستعين باحدى قصص نجيب محفوظ ضمن العالمي الكبير، وانا اتمنى ان ده يكون مقدمه لعوده الدراما الى الاستفاده من الاعمال الادبيه الكبيره جدا. لدينا رصيد هائل من الاعمال الادبيه التي تصلح لان تتحول الى دراما تلفزيونيه، مسلسلات، افلام الى اخره، واذاعيه ايضا. فانا اتمنى ان هذه الزهره الاعلاميه التي ظهرت في حيائم ويعني بشكل ضيق جدا انها تنتشر.